سالية الدجاج صارت جاهزة، كثير طيبة هالوصفة وسهلة وخفيفة وسريعة، جربوها وبالعافية. رح أبدأ هنا وصفتي. زيت زيتون، وعندي الدجاج، رح نقلب. طبعا النار العالية ما بتخلي الدجاج يجمع وما بتخلي يفقد السوائل اللي فيه. عندي هنا البهارات، كزبرة وكمون، بهار مشكل، بابريكا وأوريجانو، بودرة البصل والثوم. عندي كمان طبعا أكيد الملح والفلفل الأسود. راح نحضر. راح أضيف عصير ليمون. هنتركه يستوي. عندي هنا فلفل بني الوان وبصل كل مقطع شرايح، راح اضيفه بعد ما استوى الدجاج. كده تقليتين، نتركه 5 دقائق وبعدين نطفي النار. صارت عندي حشوة الكسادية جاهزة، راح نحط هذا الطاوة هنا ونبدأ نحشي. راح أضيف شوية زيت زيتون في القلاية، راح أحط الخبز، راح أحط شوية موزاريلا. راح أسوي معاكم طريقتين وأنتوا سووا الطريقة اللي تناسبكم. نحط كمان جبنة، طبعا موزاريلا وشيدر. راح نحط الخبز هذا كله، تقريبا تحمرت من تحت، راح نقلبها. راح اضيف هنا تحت شوية زيت زيتون، بيعطيه قرمشة وطعم طيب. خلاص كده عندي صارت جاهزة. الطريقة الثانية واللي أنا بشوفها أفضل صراحة كده، هخلي النص برجع. نحط الحشوة، راح نعمل هيك، راح نقفلها كده. كده افضل واسهل، وبتتقفل من هنا عشان ما يوقع منها الحشوة. راح نقلبها على الجهة الثانية. شايفين؟ ما شاء الله على طول بتتحمر. ضروري زيت زيتون ألذ. نقلبها على الجهة الثانية. شايفين؟ ما شاء الله على طول تتحمر. ضروري زيت زيتون ألذ. وكده سويت معاكم طريقتين. الطريقة الأولى والطريقة الثانية. وأحلى كسادية دجاج. وأطيب كسادية الدجاج صارت جاهزة، كثير طيبة هالوصفة وسهلة وخفيفة وسريعة. جربوها وبالعافية.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد.